أبناء وبناتي طلبة بكالوريوس الطب والجراحة الدارسين للجراحة العامة This Dr. Baki, Professor of General Surgery from Egypt in a series of surgery made easy for medical undergraduate students. المرة اللي فاتت وقفنا عند clinical picture بتاعت familial adenomatous polypi وقلنا ال disease ده runs in family بسبب mutated gene على short arm of chromosome number 5. فايه هتبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ بتبتدي البوليباي تظهر في الانسان ده عند البلوغ من سن 10-15 سنة. طبعا اول ما تظهر البوليباي بيبتدي يحصل لها تقرحات ويبتدي الانسان يشتكي من بليدنج وميوكس ان ذا ستول، وبيبقى فيه دايريا ولور ابدومينال بين. دايريا ولور ابدومينال بين، الموضوع ده طبعا very non-specific ومحدش بينتبه إليه، وبيقعد ياخد في علاجات non-specific لغاية لما بعد كده يبقى anemic ويبقى عنده weight loss وبروتين malnutrition. لو أهمل تماما 100% من العيانين على سن 40 سنة بيجي لهم carcinoma of the colon، وممكن تبقى synchronous carcinoma في أكتر من موقع في الكولون، ممكن في الريكتم وفي الهيباتيك فليكشر وممكن تبقى في السبلينيك فليكشر. اوكي نيجي ما نشوف ده الفيجر ده مبين كولون ريسكتد كولون ومفتوح عشان يبين لنا البوليبس. بوليب ده بوليب وده كل دي سمول بلباي عددهم كبير جدا، وفي واحده فيهم بقى فوق 2 سنتي وليها بيديكل. ده منظر للاف اي بي او فاميليال ادونوميتس بوليباي، ثاوزندز اوف بوليبس واحدة فيهم كبيرة وبدانكليتد. وده منظر تاني كلوز اب فيو للبوليبس اللي انتوا شايفينها دي، دي بوليبس اوف فاريبل سايز بدانكليتد وسيسايل، دي كبيرة واللي انتوا شايفينها دي حاجات صغيرة. اوكي افتر ريسكشن. طيب لما حد يقول لك ايه كومبليكيشنز اوف اف اي بي مالجنس، 100% الريسك اوف مالجنس، يعني ايه؟ يعني العيان ده لو قبل سن الاربعين قبل ما يتحول لمالجنس لو ما تشلوش الكولون والريكتم اكيد هيحصل له كانسر كولون، وبعد ما يحصل له كانسر كولون للاسف اللايف سبان بتاعهم ما بيتعداش كمان 4 سنين، يعني معظمهم بيكون مات على سن 44 سنة. اوكي بالنسبة للانفستيجيشن طبعا لا، لازم تسأل أي واحد عنده بليدنج بالريكتم وميوكس ودايريا ولور كرامبي ابدومينال بين على فاميلي هيستوري، في حالات زي كده في الفاميلي ولا لا عشان تعرف تشخص الـ FAB. دي نقطة. النقطة التانية طبعا لازم أي واحد عنده لونج هيستوري اوف لوز موشن وبلود اند ميوكس ان ذا ستول وكرامبي ابدومينال بين لازم تطلب له ايه؟ كولونوسكوبي. لازم تطلب ايه؟ كولونوسكوبي. فدي مهم جدا، وعشان برضو ايه تاخد واحدة او اتنين او تلاتة من البيك بوليب وتحللهم، جايز تشوف ديسبليجيا او جايز تشوف كارسينوما اوريدي. ما تنساش ان في نفس العيان ده هتطلب له ايه؟ هتطلب له ابر اسوفاجو جاسترو ديودونوسكوبي، لان اتفقنا الاف اي بي ممكن يدي بوليبس في الاستومك وفي الديودينا. اوكي طب ايه العلاج بقى؟ واخد بالك طبعا العلاج الاساسي جراحة، العلاج بتاع الـ FAB الاساسي جراحة. هل في عقاقير ممكن تهد شوية من حجم البوليبس او معدل انتشارهم؟ فيه نون استرويدال زي سولانداك والاسبرين والسيليبريكس، دول بيقللوا السايز بتاع البوليبس، بس ما هماش الفرونت لاين تريتمنت. الفرونت لاين تريتمنت جراحه. دول بنستخدمهم امتى؟ لو عيان الاف اي بي شلت له وعملت له بارشل كوليكتومي ووصلت له الاليوم بالريكتم والريكتم كان فيه شويه فيو بوليبس، فالفيو بوليبس اللي في الريكتم دول انت هتعمل لهم سنيرنج او فالجريشن، وهتقعد تتابع العيان لحسن يظهر له بوليبس تاني في الريكتم وتتحول لمالجنسي. خلال المتابعة ممكن تمشي على السولانداك والايه والاسبرين،
اوكي، ده هيقلل معدل الظهور وهيقلل حجم الايه البوليبس. طب ايه بقى العلاج الجراحي اللي هم بيتعمل للاف اي بي؟ طبعا اتفقنا ايه، ان العيان الكلينيكال بيكتشر هيبتدي ظهورها عند البلوغ، عند سن 15 سنة، عند سن من 10 ل 15 سنة هتبتدي تظهر البوليبس، وهتبتدي تعمل له بليدنج بالريكتم وميوكس ديسشارج الى اخره. لو خدت انت العيان ده وقلت له اللي عندك ده لو سبناه هيتحول الى مالجنسي، وتعالى بقى علشان نعمل لك ايه العلاج اللي هو ايه توتال بروكتوكوليكتومي، يعني كل الكولون والريكتم هيتشال، ده العلاج اللي كان بيتعمل زمان، كل الكولون والريكتم هيتشال. طيب الاند بقى بتاع الاليوم هتعمل فيها ايه؟ هتطلعها على جدار البطن as permanent ileostomy، هتطلعها على جدار البطن as permanent ileostomy، وتحط عليها كيس بول، كيس جمع براز اللي انتوا شايفينه ده، اليوستومي باج، ويقعد العيان يغيرها كل يوم، ويقعد يعاني كمان من السايكولوجيكال امباكت بتاع الاليوستومي ومن مشاكل الاليوستومي، ويحصل سويلينج حوالين الكيس ويغرق بطنه والسوشيال امباكت ونقص البوتاسيوم اللي هيجيله الى اخره. طبعا لما بتعمل الحركة دي لواحد عنده 16 17 سنة، واخد بالك، عملية قاسية جدا. فايه اللي بيحصل بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ ان انت بتعالجه ميديكال لغاية لما يبقى ايه في حدود العشرين، في حدود العشرين سنة، في حدود بعد لما يوصل على مشارف العشرينات قبل ما يخش في التلاتينات، لان احنا اتفقنا اللي هيعدي التلاتين اولموست كده الافريج عند سن الاربعين او تسعة وتلاتين سنة كله هيجيله كانسر، انت عايز تلحقه قبل ما يجيله ايه كانسر. ف في سن العشرينات كده تقول له ايه، احنا عندنا نوعين من العمليات، عملية اسمها ايه بارشل كوليكتومي ويز اليو ريكتال انستموزس، وفي عملية تانية اسمها ايه توتال بروكتو كوليكتومي، هنشيل الكولون كله والريكتم ونوصل الاليوم بالانس، اليو انال انستموزس. طبعا العيان اللي هو well educated وهيعمل معاك فولو اب ينفع معاه العمليه دي. ليه؟ لان انت هنا محتفظ بالريكتم كستورج للستول، فهيبقى بوست اوبراتيف الدايريه عنده قليله، وطبعا عنده جود ايه سفنكتر. انت بتشيل ايه؟ بتشيل الكولون ده اللي مليان بولوباي، واحده او اكتر فيهم هتتحول اكيد بنسبه 100% الى مالجنسي، وبتوصل له الاليوم بالريكتم، بتوصل له الاليوم بريكت، بروفايدنج ان ما يكونش فيه تو ماتش بوليبس في الريكتم. لو في عدد قليل من البوليبس في الريكتم هتعمل لهم سنيرنج او فلجريشن، وتتابع العيان بعد كده كل 6 اشهر تعمل له منظار. ليه؟ عشان لو ظهر اي بوليب تشيلها او وتفحصها او تعمل له فلجريشن. لو العيان بتاعك مش من النوع اللي هينتظم معاك في المتابعه مش هينفع مع العمليه دي. ليه؟ لانه معرض ان يجيله بوليبس في الريمينينج ريكتم وتتحول الى سرطان. طيب العيان ده بقى في الحاله دي هنعمل له ايه؟ هنعمل له توتال بروكتو كوليكتومي، هنشيل الكولون كله والريكتم. طيب والاليوم هنوصله بالانس، بس لو وصلناه مباشره بالانس هيجيله فيري سيفير دايريه ويعيش حياته في الحمام. لازم نعمل باوتش تشبه الريكتم كده يتجمع فيها الاستول. فالباوتش دي اشهر باوتش اسمها جي باوتش، بنيجي نقلب التيرمينال اليوم على نفسه كده وبالاستبلر بنفتح دي على دي، فبتبقى عامله باوتش. الباوتش دي بنوصل التب بتاعتها بالدباسه برضو بالايه بالانس، دي اسمها ايه اليو انال انستموز، فدي اسمها روستوراتيف بروكتو كوليكتومي، يعني عملت شلت الكولون وشلت الريكتم ووصلت الاليوم بالايه بالانس. ميجور سيرجري محتاجه واحد متخصص فيها، ومعدل الموشن فيها بعد العمليه بيتراوح من 7 ل 10 مرات في اليوم،
طبعا فيها كومبليكيشنز شهيره جدا اسمها باوشايتس، اسمها باوشايتس. وخد بالك العيان ده عايز مراقبه ومتابعه سيرفيلانس مدى الحياه، لان وجدوا ان ايفن في الباوتش دي ممكن يحصل فيها بوليبس، والبوليبس دي ممكن تتحول الى ايه؟ الى كانسر. فده كان علاج الجراحي للاف اي بي. زمان كنا بنعمل ايه؟ توتال بروكتو كوليكتومي وستيرمينال ايه؟ اليوستوم. بعد كده تطور الامر الى بروكتو بارشل مش توتال كوليكتومي، هنسيب الريكتم ونعمل اليوريكتال انستموس. بعد كده هنعمل تطور الامور الى توتال بروكتو كوليكتومي ويز اليال باوتش متصله بالايه؟ بالانس. ده العلاج الجراحي. اوكي طيب، ماني بال عمل لنا كده ايه سامري لل فاميليال بولبوسس كولاي او الاف اي بي اللي هي فاميليال ادونوميتس بوليباي، مشتق كله من كلمه ايه؟ بوليبوسس. بوليبوسس البي بوليبس في الكولون والريكتم، لازم يكون العدد اكتر من 100 عشان يخش في التعريف بتاع المرض، اقل من 100 ما يبقاش اف اي بي. الاو بيبقى فيه اذر ميزوديرمال تيومرز زي الجاردنر سيندروم اللي هو بيبقى معاه سبيشال سيست، مالتيبل سبيشال سيست، واوستيومز، وديزمويد تيومر. ال ال بيبقى بيصيب اللارج باول بريدومينانتلي، انما ده ما يمنعش ان بيبقى فيه في بعض العينين 50% بيبقى فيه جاستريك بولباي او ديودينال بولباي. امتى بيحصل له كارسينوما؟ الير اوف ديفلوبمنت اوف كارسينوما عند سن الـ40. البوليبوزيس جين موجود فين؟ دومينانت جين عند الاي بي سي جين شورت ارم اوف كروموزوم 5. في الاو اذر سيندروم، توركوز، توركو سيندروم، توركو سيندروم اللي هو فاميليال ادونوماتس بلوباي ومعها سنترال نيرفس سيستم تيومرز. الاس فور سوجميدوسكوبي عند بداية سن الـ15. يعني ايه؟ العيلة اللي ماشي فيها الاف اي بي هتجيب افراد العيلة وكل واحد فوق سن الـ15 كل سنة تعمله سوجمويدوسكوبي وليس كولونوسكوبي. ليه؟ عشان تشوف مين فيهم هيجيله بولوباي، لان ده دومينانت، 50% تقريبا من الاوف سبرينج هيجيلهم بولوباي، وتشوف مين فيهم هيجيله بولوباي وتتابعه وتعالجه. طب ليه ما نعملش كولونوسكوبي؟ السجمودوسكوبي ايه؟ ارخص واخف واسرع، ومش هيحتاج غير ريكتال ووش اوت عشان تدخل الريجيد سجمودوسكوب او الفليكسبل سجمودوسكوب، انما الكولونوسكوبي محتاجه اعدادات اضخم، وفي نفس الوقت السجمودوسكوبي هيديك النتيجه اللي هي ممكن يديها لك الكولونوسكوبي. بدايته هنعمله من امتى؟ من عند سن 15 سنة كل سنة. لو العيان بتاعك في المتابعة وعدى سن 30 وما طلعلوش بلوباي في الكولون، خلاص ده نفد وبراءة ومش هيجيله اف اي بي. لو عدى سن 30 بالمتابعة وما طلعلوش بوليباي. اوكي؟ ايه العملية اللي هي ريستوراتيف بروكتوكوليكتومي؟ لازم تتعمل ايه قبل الدخول في الثلاثينات. يعني ايه؟ في بداية من سن 20 فما فوق، وما تستناش لما العيان يعدي 30 وإلا ممكن يدخل منك فيه كارسينوما. أوكي؟ surgery is the only preventing colonic cancer في العيانين دول. الحاجة الوحيدة اللي هتمنع الكولونيك كانسر الجراحة الاستئصال، علشان لو ما عملناهاش 100% هيجي لهم إيه؟ كانسر. أوكي؟ علشان كده كل العيانين اللي عندهم FAP لما يوصلوا لسن 30 لازم يشيلوا الكولون والريكتم even لو no malignancy. يعني هو العيان يقول لك انا عندي شوية دايرية كده وعندي شوية بلود وميوكس، وانت التحليل اللي انت بتعملها مفيش ديسبليجيا وكده، فتقول له لا، هيجي لك ديسبليجيا وهيجي لك كانسر، فمش هنستنى لما يحصل الموضوع ده. ف قرب الثلاثينات كده لازم يعمل ايه؟ العمليه، وتعمل له اعداد نفسي كويس عشان ايه؟ قصه البوست اوبراتيف دايريا. والتايبس اوف سيرجري شفناها، شفنا كنا بنعمل ايه زمان وبنعمل ايه دلوقتي.
دلوقتي طبعا restorative proctocolectomy with ileoanal anastomosis. اوكي، وقلنا ان ما تنساش هتعمل العيانين دول upper endoscopy to rule out gastric and duodenal polypi. والعيانين دول مش مجرد ما تعمل لهم عمليه خلاص، انت هتتابعهم مدى الحياه. ليه؟ لان ممكن يجي لهم بولوباي في الاستومك وممكن في الديودينم، مش كده وبس، ممكن نفس العيان ده يخش منك يبقى جاردنر سندروم وتطلع له ديسمويد تيومر على جدار البطن وايه وفي الميزنتري. نعرفها ازاي؟ نطلب له ابدومينال التراسونوجرافي. وممكن مهم جدا العيان بتاعك تفحصه نيورولوجيكالي عشان ممكن يبقى تركوز سندروم اللي هو عباره عن اف اي بي ومعاه سنترال نيرفس سيستم ايه تيومر. اوكي، والسكريننج بتاع المرض ده اتفقنا بيبدا من سن 15 سنه. اوكي، كده بناتي لنهايه هذا الابيسود. ان شاء الله نكمل المره الجايه في بقيه انواع البوليبس اوف ذا كولون. This is Dr. Baki from Egypt in a series of surgery made easy.